لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيان باهي محمد صاحب مشروع حماية المنشآت من الحريق والمولوتوف، وصاحب مشروع حماية المنشآت من الكتابات والرسومات المسيئة. بداية هنتكلم عن مشروع حماية المنشآت من الحريق والمولوتوف. خلال الفترة الماضية طبعا لاحظنا ان في معدل الحرائق في مصر وفي المنشآت الحكومية بصفة خاصة زاد عن معدلها المعدل الطبيعي ليها، وكلفت الدولة خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا. ومن هنا هو بدأت أبحث ويعني أركز كل تفكيري على حل، نحاول إن احنا نحل هذه المشكلة، حتى توصلت إلى بعض المواد الكيميائية اللي هي المقاومة للحريق، تستخدم في حماية أجزاء معينة من المنشآت بحيث إن احنا نقلل من عملية الحرائق. ومع طبعا مع البحث والتفكير والاستعانة ببعض المخترعين في دول أوروبا وبعض الشركات الأوروبية، قدرت أوصل وأتواصل لتجهيز منظومة كاملة متكاملة لحماية المنشآت من الحريق والمولوتوف. المنظومة دي بتتكون من مواد كيميائية اللي هي مجال البحث والاختراع الخاص بيا، ومواد دهانات مقاومة للحريق ودي متداولة في الأسواق الأوروبية، ومواد وأخشاب وتصنيع أبواب خشبية مقاومة للحريق 100% إنتاج مصري. وبكده قدرت إن أنا أكمل المنظومة كاملة متكاملة، بحيث لو في أي مؤسسة أو أي منشأة تعمل طلاء للمباني، ولا تحطها إزاي في المباني أوريدي موجودة أصلا؟ المباني موجودة بالفعل، والمنشآت موجودة بالفعل، والأجزاء اللي هي موجودة داخل هذه المنشآت موجودة. في نحاول إن احنا نحول بعض هذه الأجزاء اللي موجودة داخل هذه المنشآت من مواد قابلة للإشعال لمواد غير قابلة للإشعال. هي بالفعل مواد قابلة للإشعال، فأنا نحولها لمواد غير قابلة للإشتعال. ودي بتتمثل إن المواد القابلة للإشعال الموجودة في هذه المباني بيبقى عبارة عن في صورة أخشاب أو في صورة أقمشة أو في صورة سجاد أو ما إلى ذلك. فإحنا هنخلي الأقمشة نضيف لها مادة كيميائية مقاومة للحريق مخصوصة متخصصة. هذه المادة هيتم رشها على المواد القطنية والأقمشة، ونحولها من مواد قابلة للإشعال لمواد غير قابلة للإشعال. المواد دي مش تبقى مضرة للموجودين في المكان، يعني هيئات الحكومية بيبقى موجود فيها بعض العاملين فيها، المواد دي مش تبقى مضرة عليهم لأن هي مواد كيميائية؟ هذه المواد هي مواد صديقة للبيئة، وطبعا ليها اختبارات وليها في ليها ابحاث ان هي عم هتترش على هذه الأقمشة وكده، وعندما تجف تماما هتبقى غير ضارة بالبيئة نهائيا، ودي لها شروط امن وسلامة. طب انت عملت تجربة ولا ده كلام لسه محدود؟ ده عملنا التجربة وبدأنا بالفعل، عملنا اكتر من مشروع وطبقنا عليه الموضوع دوت، ويعني كانت حاجة ممتازة. انت عملت ايه؟ والله احنا تحدثنا كتير في وسائل الاعلام وتحدثنا كتير في الصحافة، لكن برضو ما بنلاقيش الرد الايجابي على الشكل الكافي من الحكومة. وبنحاول في الوقت الحالي احنا ننشئ مصنع لانتاج هذه المواد وطرحها في الاسواق المصرية، وطرحها في الاسواق كمان اللي هي الافريقية والاسواق العربية. لكن بنحاول، لكن يعني في بعض المعوقات، ولكن احنا بنحاول. احنا المعوقات دي معوقات فنيه عندك في المشروع، ولا معوقات تبع البحث العلمي، ومعوقات بحثيه؟ لا، المعوقات كلها لا تخص البحث العلمي في شيء، بل بالعكس البحث العلمي ما فيهوش اي قصور خالص، ولا الجهات اللي هي البحثيه في مصر ما عندهاش اي قصور خالص، بل هم متعاونين جدا معانا. القصور هنا موجود في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ان هم المفروض يخصصوا لنا ارض لانشاء مصنع نقيم فيه هذه الصناعة العظيمة وهذا المشروع. المصنع دوت هيكون قد ايه؟ عايز اعرف تكلفة المادة دي قد ايه، وهل هي موجودة في مصر او بيتم استخلاصها من ايه المادة دي؟ والله اذا يعني حاولنا ان احنا ننشئ مصنع يكون واجهة حضارية لمصر، ده هيتكلف بعض الشيء، يعني تعدى تكلفته مثلا من حوالي 3 لحوالي 8 مليون جنيه.
ده اللي حبينا نعمل مصنع كواجهه مشرفه لمصر نستطيع من خلاله ان احنا نصدر للدول العربيه والدول الافريقيه وبعض الدول الاوروبيه. الماده الكيميائيه دي بيتم استيرادها من بره ولا موجوده؟ الماده الكيميائيه الخاصه بمجال البحث بتاعنا هي عباره عن تركيبه كيميائيه من نوع خاص بها جزء كبير حوالي 75% انتاج مصري وحوالي 25% منها من انتاج اوروبي. وده طبعا بحيث على اساس كل يعني التركيبه دي كنا لازم نستعين باجزاء منها من بره علشان خاطر نوصل لمعدل الامن والسلام. طيب بيتم استخدامها على طول مباشر للمباني او للاقمشه ولا يتم تمريرها عن طريق هيتم تطبيق هذه المنظومه سواء للمنشآت اللي هي القائمه بالفعل دي هيتم تطبيقها مباشره على طول عن طريق الرش او عن طريق الغمر او عن طريق لها كذا طريقه اخرى. اما المباني اللي هي هتنشا حديثا فدي هيبقى ليها طريقه اخرى في المعامله ان احنا هنحاول هنطبق مشروع مقاومه الحريق من البدايه سواء كان بقى على الحوائط او على الاخشاب او على السجاد والحاجات دي هتكون طبعا من البدايه وهتكون داخله في عمليه التصنيع نفسها ودي طبعا بتكون افضل بكتير.